السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي. اقدم لكم اسعار الدولار والعملات في البنوك واسعار الدولار والعملات في السوق السوداء. الدولار يتحرك في البنوك ويرتفع في السوق السوداء. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك فضلا وليس امرا، اتمنى تشرفوني اخواتي بس باشتراك ولايك. سعر الجنيه الاسترليني في البنوك 60 جنيه 50 قرش، سعر الدينار الليبي في البنوك 9 جنيه 89 قرش، سعر الدينار البحريني في البنوك 126 جنيه 79 قرش، سعر الريال العماني في البنوك 124 جنيه 14 قرش، سعر الدينار الأردني في البنوك 67 جنيه 41 قرش، سعر الدينار الكويتي في البنوك 155 جنيه 35 قرش، سعر الريال القطري في البنوك 13 جنيه 12 قرش، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 13 جنيه 12 قرش، سعر الريال السعودي في البنوك 12 جنيه 74 قرش، سعر اليورو في البنوك 51 جنيه 88 قرش، سعر الدولار الأمريكي في البنوك 47 جنيه 78 قرش بزيادة أو ارتفاع جنيه عن امبارح وأول. أسعار الريال السعودي في السوق السوداء: شراء 12 جنيه 99 قرش، البيع 12 جنيه 79 قرش. سعر اليورو في السوق السوداء 52 جنيه 7 قروش. سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء: شراء 48 جنيه 21 قرش، والبيع سجل 48 جنيه 97 قرش. واشكركم اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.